عدد في المطعم من في المطعم شايفين ده. الله الله الله. طب احنا دلوقتي اهو بننفرد بلقطات جاءت من داخل النادي الاهلي، سيارات محطمه امام النادي الاهلي. دي عربيه مين دي يا ترى؟ تقريبا وائل رياض. وائل شيتوس كان جاي ياخد جلسه. لا حول الله يا رب. الله الله الله. لا حول الله يا رب. لا حول الله. كابتن عدلي ده في عدد اهو، ده راجل لا نقط له ولا جمل، الراجل جاي ياخد جلسه علاج في ناديه اللي بيحبه واللي اتربى فيه. في عدد ده دخل جوه النادي، جوه النادي رموا شماريخ عددهم قريب من 10، وكانوا بيضربوا في باب الامن. 10 اللي عملوا الليله دخلوا جوه النادي، ده اللي بره، اللي بره اعداد كتيره ميات. لكن ده دخلوا جوه النادي، دخلوا جوه النادي وانت في المطعم، وصلوا لحد ما انا شايفين شايف ده. وحاجه يعني او دي اللوح، دي لوحات اللي على باب النادي دي. هو يعني لما نكسر لوحه نادي القرن على باب النادي يبقى هو نادي القرن؟ اصل نادي القرن دي في القلب والعقل والتاريخ، ما هياش يعني. لا يعني حصلت حاجات. تفسر ايه باللي حصل ده؟ بص يا كابتن عدلي، يعني الموضوع من البدايه واخده كله في صراحه، يعني في فوضى عامه في كل شيء. بس ما نقولش اكتر من كده. طب ولادنا دول اللي هيفضلوا في حاله الفوضى دول كيف انضبط ادائهم؟ لان انا صعبان على كلهم ولاد عمر في مدارس وجامعات وحاجات كده بيتقبض عليهم. كابتن عدلي دايما من الاجيال اللي هي بتاعت عربيه ثانيه يعني. حتى الناس اللي كانت ماشيه واحده ست ومعاها اطفال، بقى ده كلام ده؟ ده كلام ده. الاجيال اختلفت. الاجيال اللي هي بتاعتنا كنت بتعرف تلاقي مثل اعلى ليك كبير تقتدي بيه. ليك كبير عندك موروثات شرقيه. الموروثات الشرقيه دي فيها نخوه، فيها رجوله، فيها ايثار، فيها تضحيه، فيها حب.